التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره العراقي برهم صالح على هامش مشاركتهما في أعمال المنتدى الاقتصادي في دافوس. وحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، فقد جدد الرئيس الأمريكي دعم بلاده لاستقرار العراق وحرصها على توثيق العلاقات الثنائية. وقال مراسل التلفزيون العربي أن الرئيس الأمريكي أكد استمرار دعم واشنطن لبغداد في محاربة تنظيم الدولة. ميدانيا وتحديدا في البصرة جنوبي العراق، فقد استمر إغلاق الطرق لليوم الثالث على التوالي، وشهد قتل مسعفة وإصابة 8 متظاهرين من ضمنهم امرأة. هكذا بدت بعض شوارع البصرة في ثالث يوم للتصعيد في التظاهرات، تصعيد لم يمر بسلام. هاجمت سيارة دفع رباعي مجموعة من المتظاهرين وأمطرتهم بوابل من الرصاص، والحصيلة مقتل مسعفة طبية وإصابة 8 متظاهرين من ضمنهم امرأة. سخط كبير من المتظاهرين لموقف شيوخ العشائر من الأحداث. احنا اللي احنا واقفين جي السيارة مظللة بدون أرقام جكسارة، وقاموا يرمون علينا، ومارة استشهدت وبنية صوبت تقريبا 7-6 شباب هم صوبوا. أنا عندي رسالة بدي أوجهها الشيوخ الناصرية، تجي تعلم هاي الشيوخ أهل البصرة، تعلمهم شوية المراجل. نسوان منات كتلت ما حد فزع بيناتهم، واحد يقتل الثاني، هاي شيوخنا بس من يصير بيناتهم يتعاركون على دجاجة ما أدري شنو. يتخوف المتظاهرون من استهدافهم في ظل تعرض بعضهم للاغتيال من قبل جماعات مسلحة تستغل انتماءها السياسي والحزبي لحمل السلاح وتصفية المتظاهرين. حتى نطلع أمام الإعلام لازم ألين نتلثم، نخاف من قضية الصيت، سيارات مدنية تفتر، استخبارات، حكومة، أحزاب ما تعرف شني يصكون بالوادم. البارحة صكوا ساحة اعتصام البصرة، شهدت تشيع أم جنات المسعفة الطبية التي قضت نحبها ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في الاعتداء الذي تعرض له المتظاهرون. محتجون طالبوا الحكومة بتقديم القتلة للعدالة. جاي الناس للحكومة ماكو أي استجابة، قررنا بأن نقطع الشوارع تصعيد السلمي حتى تحقيق مطالبنا. والله لا نرجع إلا تحقيق مطالبنا. نطالب الحكومة بإحضار هذول القتلة ومحاكمتهم أمام الشعب، لازم يشوفون حل. تحد كبير يواجه الحكومة، ثبات واستمرار المظاهرات يشكل ضغطا عليها من جهة، ومن جهة أخرى تواجه تحديا في ضبط أمن بانت بوادر انفلاته تدريجيا في المدينة. الاغتيال والتصفية الجسدية أسلوب عاد مع تصعيد المتظاهرين لاحتجاجاتهم، فبينما تنشغل قوات الأمن بمواجهة المتظاهرين تتحرك فرق الموت لتحصد أرواح المحتجين. مازن الطيار، التلفزيون العربي، البصرة. الآن من العاصمة العراقية بغداد ينضم لنا الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. أستاذ دكتور عصام، مساء الخير. كيف يفسر ويفهم استمرار السلطات العراقية في سياسة القمع والعنف والقتل وهي تدري بعد كل هذه الأسابيع من الانتفاضة أن ذلك لا ينفع في إقناع المتظاهرين أو إجبارهم على ترك الشوارع والاحتجاج؟ نعم، في البداية تحية لك سيدي ولكل المشاهدين الكرام. أنا أعتقد في موضوع قمع المتظاهرين ما زالت هنالك صورة ضبابية وهنالك صورة واضحة. في هذا الإطار أقولها بكل صراحة أن موضوع قتل المتظاهرين أعلن عنه اليوم الرئيس العراقي برهم صالح في خطابه في منتدى دافوس، وقال أن 600 شخصية أو 600 فرد عراقي يبدو أنهم قوى، قال بالنص، قال قد قتلتهم الميليشيات. في السابق كانوا يقولون بشكل من أشكال الضبابية يقولون أن الطرف الثالث. في هذا الإطار أنا أقول الوضع في العراق أمام سلاح كثير منفلت، أمام أذرع مسلح لأحزاب سياسية اتخذت ساحات التظاهر إما وسيلة لتصفية كثير من الناشطين أو أنها وسيلة تصفية والصراعات فيما بينهم. ألقى هذا الوضع برمته أن كان المتظاهرين السلميين هم الضحية الأوائل في هذا الإطار. وصلنا إلى حالة أننا بدأنا حتى نستهدف النساء، وكلنا يتذكر، يعني دعني أضرب لك حادثة تاريخية. حينما قامت الثورة في إيران في عام 1979 قال السيد الخميني لهؤلاء قبل انطلاق الثورة: عليكم أن تقدموا النساء، وهم يدفعون عربات الأطفال كجزء من محاولة تحييد
المؤسسة العسكرية وجهاز السافاك الذي كان يريد أن يقمع المتظاهرين. طيب. يبدو أننا حتى هذه المنظومة القيمية قد تجاوزناها وبدأنا نستهدف النساء في هذا الإطار عن طريق القاتل المجهول الذي دائما تحدثت عن الطرف الثالث ومسميات مختلفة، القتلة المجهولون، الميليشيات، المسلحون. السلطات العراقية هي من تستخدم هذه التسميات أو المصطلحات ولا تستطيع الكشف من هم المجرمون. لذلك سؤالي هو كيف يأتمن المواطن العراقي على هذه الحكومة وهو لا يستطيع أن يأتمنها على حياته؟ يعني كيف يمكن أن يثق بهذه الحكومة التي لا تستطيع القبض على المجرمين، يثق فيها في تشكيل حكومة جديدة وخلق ديناميكية سياسية جديدة تنقذ البلاد من هذه الأزمة؟ غياب الثقة قصدي. بالتأكيد أنا أشكرك على هذا السؤال. هذا أزمة الثقة حقيقة هو الذي دفع المتظاهرين في عملية التصعيد. اليوم نجد في هذا الإطار ابتدأ الصفحة الثانية والمتمثلة في موضوع قطع الجسور والطرق الاستراتيجية وكثير من المناطق. يعني الملاحظ في هذا الإطار أنه سياسة أو استراتيجية الكر والفر التي يستخدمها المتظاهرين مع القوات الأمنية واضحة. يعني هنالك مناطق في الليل تكون في عصمة المتظاهرين، الصبح تهجم القوات الأمنية تحاول أن تفتح هذه المناطق، وبالتالي تعود مرة ثانية هذه المتظاهرين عبر آليات التوك توك، السيارات الأخرى أو الطرق الأخرى، الإطارات المحروقة وغيرها. يعني وصلنا اليوم حقيقة لم تعد فقط الطرق الاستراتيجية. أنا قبل قليل قبل أن أتي إلى اللقاء في قناتكم الموقرة كان هنالك تطويق لجراج النهضة وتم حرق الإطارات كجزء. جراج النهضة نتحدث هو جراج الذي تنطلق من السيارات إلى المحافظات في هذا الإطار. ويبدو أن الاستراتيجية التي يستخدمها المتظاهرين بعدة صفحات بقسم من المتظاهرين، حتى موضوع الملاحقة من قبل القوات الأمنية، بدأوا طريقة جديدة المتمثلة بوضع عدد من الأنابيب البلاستيكية ويحشونها بالمسامير حينما يكون هنالك ملاحقة من قبل القوات الأمنية لهم في هذا الإطار. إذن أن الموضوع هنالك عدة صفحات، عدة أساليب يستخدمها المتظاهرون في التعامل مع الحكومة العراقية، لكن إلى الآن لم يرفع أي متظاهر السلاح بوجه الحكومة العراقية. كل الشكر لك دكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد.